في أحد تفرعات شارع عمر المختار وسط مدينة غزة يظهر محل الفلسطيني سلمان حتحت لبيع ملابس الجينز لافتا الأنظار. المحل الذي افتتح في سبعينيات القرن الماضي ما زال يحتفظ بطرازه القديم رغم أن تغيرات كثيرة لحقت بالشارع ومحلاته التي أضحت مناطق تجارية مهمة في المدينة. وسط هذا الشارع الشهير في قلب مدينة غزة محلات تجارية بواجهات حديثة. اللافت هنا هو بقاء هذا المحل لأقدم بائع للجينز والكابوي على هيئته القديمة. منذ ما يزيد عن 40 عاما فتح هذا المحل أبوابه، وقت إذ كانت المحلات في المنطقة تعد على أصابع اليد. لقصة تسميته حكاية لا يعرفها كثيرون، لكن الاسم تحول إلى ما يشبه علامة تجارية مسجلة. فهذول اتنين إخوة مصارعين، أنا وأخوي لعبنا مصارعة نشبههم شوية، مش العضلات يعني نشبههم شوية. فصاروا إيش يقول لك؟ بيتر زكش، تيبر زكش، سمونا الناس بأساميهم. المحل فتحته بعدد 5 شهور لما عرفت ابن سميم، انا قلت طب الله اكبر، فمعنى زكش. يحتفظ العم زكش بصورته حين كان شابا في العشرينيات وباول كيس حمل اسم المحل. انت لما جيت لقيتني جوا، لكن انا اطلع برا فيش واحد من جيلي، مع مين بدي احكي ولا اسوي؟ فيش، صعب جدا اطلع برا الا جوا. ليش؟ لانه كل اللي برا، عفوا، اللي نقلوا واللي هاجروا واللي ماتوا. عايش العم زكش عقودا من الزمن تغيرت خلالها أحوال الناس في غزة. والله اليوم ولا زي اليوم، بيستنوا واحدة تخطب ياخذوا زي منها. أول سنة 2 زي ونص السنة 2 زي، خير خير كثير. اليوم أي واحد بتخلص توجيه بتشحته، كانت ترميه زمان. هنا سيدة جاءت لتشتري لابنتها زيا مدرسيا بعد أن اشترت هي زيها حين كانت طالبة منذ سنوات خلت. أنا كنت أجي هذا المحل زمان أيام ما كنت أروح على المدرسة، كنت أجي أشتري إلي للمدرسة طقم كاوي، وهلقيت لما بدي أجيب لبنتي ما لقيتش يعني أحسن هذا المحل، بس للأمانة طول عمرنا يعني معتمدين هذا المحل، فجاي أشتري بنتي. هذا عاصر هذا الرجل فيما مضى من حياته موديلات مختلفة من ملابس الجينز يحتفظ ببعضها. يقول إنه خاض نقاشات مطولة مع أبنائه الذين يرغبون في تحديث المحل، فيما يريده أن يبقى على ذات الشكل القديم. باسل خلف، العربي، قطاع.